مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجي أما بعد. ضيف أما بعد هذه السهرة هو كاتب كبير، مسيرة ومسار أكثر من نصف قرن من الإبداع، من المواقف ومن التصريحات النارية. أيضا لقب بالكثير من الألقاب، منها العنيد، الصدامي، التقدمي عفوا، الجريء جدا، ولكن ربما كل هذه الألقاب لا تفي هذه الشخصية المميزة حقها. طبعا مسيرة منذ الستينيات، منذ رواية التطليق وإلى غاية آخر رواية، رواية السلب. إذا ضيفنا اليوم هو الروائي الكبير رشيد بوجدرة. مرحبا، مساء الخير. مرحبا، شكرا على استضافة. أهلا وسهلا. وأيضا يحضر معنا اليوم جيل آخر يمثله الروائي المبدع سمير قاسمي. مرحبا، مساء الخير. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا. ومعي دائما زميلي كما جرت العادة فيصل مطاوي. مساء الخير. مساء النور أسيا والإخوة المشاهدين. مرحبا. أهلا وسهلا. إذا كما قلت في البداية، تباينت الآراء أو تباينت وجهات النظر حول ما كتب الروائي رشيد بوجدرة، حول تصريحاته، مواقفه وأيضا تجاربه، ولكن حتى وإن اختلف البعض معه، الكثير الأغلبية تتفق على أن أدب بوجدرة أدب سجل العلامة الفارقة في الأدب الجزائري أو العالمي بشكل عام. وكما للكتاب رأي فيما كتب وفيما قال، للمبدعين وللجمهور الجزائري الواسع من قرائه رأي آخر. نتابع ماذا قيل عنه ونعود. يعجز الكلام حتى يعني للحديث والتحدث على رشيد بوجدرة، لاني اعتبره رمز من رموز كتاب الروائيين في الجزائر، الا انه قد يكون ايقونه الرومانسيين في الجزائر، جمله اخرين، جمله ميموني، جمله احلام استغانمي، وسيني العرج الى اخره. نشفى قريت له كنا درناها يعني محل نقاش، أن تكلمنا كثير على طريقة الكتابة وأسلوب الكتابة، هذا اللي كان يهمنا لما درسنا له. فعنده أسلوب خاص به وطريقة الكتابة اللي فيها نحسوا الهوية تاع بوجدرة، نحسوا القناعة الإيديولوجية تاع بوجدرة، نحسوا المواقف السياسية تاع بوجدرة. يعني كي نقولوا الأستاذ القدير الكاتب الروائي نقول العالمي رشيد بوجدرة، يعني عنده عدة يعني تجارب ومواضيع مختلفة، وبالطبع يعني هذا من الطبيعي واحد لما يكون يمارس في فضاء ثقافي لابد يطالع ويقرأ لبوجدرة ويقرأ الغير بوجدرة على الأقل، يعني باش العبد يثقف، يكون عنده نظرة، يكون عنده يعني اتصال ولو عبر الكتاب وعبر القراءة مع رشيد بوجدرة. والله يبارك، هو ما شاء الله وصل للعالمية. أول حاجة نفتخر به أنه كاتب تانا وكاتب جزائري، شفناه من صغر وتعرفنا عليه أنه كاتب، نحوسوا نطلعوا على الكتب تاعه وشنو هو الامورات اللي راهو يحكي عليها. شفناه بلي تطرق لامورات نتاع الاستعمار، الامورات نتاع المراه، على بها احنا حبينا بالك من الستيل تاعو كروائي ولا كفريمو كاتب، كيفاه يخلي القارئ يتبع فيه ويوضع في الأذهان تاعنا عدة إشكاليات نحوسوا حنا على الحل نتاعها. بطبيعة الحال رشيد بوجدرة ما كاش لي ما الأغلبية تعرفوا أنه كاتب معروف عالميا. أنا بحد ذاتي يعني اللي قريت رواية واحدة هي رواية الجنازة، لكن عندي معلومات أنه عالج عدة قضايا الاستعمار وكذلك العشرية السوداء. كاتب في المستوى، ونشكره على كل هذه الروايات اللي قدمها للمجتمع الجزائري وبالعالم عامة. أعرفه هكذا رشيد بوجدرة، بس نقول لك قريت عليه ما قريتش عليه، نسمع به بلي إنسان عظيم. أنا تابعت شوية كاتب ياسين، إنسان عظيم نعرفه.
إذن كانت هذه آراء بعض الممثلين، بعض الطلاب وأيضا بعض الناس حول الكاتب رشيد بوجدرة. أولا بعد الترحيب بك معنا في هذا العدد الخاص، أولا ربما أول سؤال، هل كنت تظن أنه في يوم من الأيام الحلزون العنيد هذا الوصف سينطبق وسيلتصق برشيد بوجدرة على مدار أكثر من نصف قرن من الإبداع؟ لا طبعا طبعا، انا عندما بدات الكتابه يعني من منذ الصغر مش ما لم اظن ابدا ان يكون في يوم من الايام حتى ان يعني ان تنشر لي كتب او روايات او كذلك اشعار، يعني الاشعار شبه مشهوله رغم انني شاعر اولا وقبل كل شيء. الشعراء الجزائريين لا يحبونني لانهم يظنون ان الشعر هو، وأنا أكتب الشعر النثري حتى في الرواية أساسي، إذن لا لم أكن أبدا أعرف عنه خاصة. أما من طبيعتي من الصغر من الصغر يعني أنا متعنت، يعني العناد صفة، العناد صفة أساسية، والعناد هي قضية يعني نزاهة، قضية إخلاص لبعض المبادئ من يعني منذ ما عندوش الأمر علاقة بالأصول أيضا من الشوية يعني. طبعا لا معلوم أكيد أكيد أكيد. طيب عن ما نحكي على الحلزون العنيد، عن روايات بوجدرة، نتحدث بعيدا عن الأدب يعني نتحدث عن المواقف. رشيد بوجدرة الكاتب دائما عرف بمواقفه الجريئة جدا، سواء يعني كنت تنتقد الحياة الثقافية والسياسية بشكل جريء وبصراحة، اختفيت في الفترة الأخيرة، هل هو خيار أم يعني فرضته ظروف معينة؟ لا يعني ما لم اختفي، لا يعني تقريبا انا اخر حضوري كان يعني كان بصخب. اذا كان ضجه كبيره مده، فرايت ان ارتاح بعض الشيء ثم بعض الوقت وبعض الشيء ثم جاء هذا المرض الخبيث مده اكثر من عام الان، فلم اختفي. يعني كورونا فقط هي السبب؟ مش لا لا لا، بعد الروايه الاخيره و النقد، هذا نقد او بونفلي بونفلي بالفرنسي، بونفلي لا بالعربيه اكثر يعني هجاء هجاء هجاء. أستاذ بوجدرة، علاش على زونة التاريخ؟ لماذا كتبت هذا الكتاب؟ لماذا؟ لأني أولا كمواطن، قبل أن أكون كاتبا أنا مواطن جزائري، ومنذ زمن وأنا يعني أقرأ وأشعر بأنه فيه أناس يعني لهم الكلمة، يتحدثون كثيرا ولهم يعني المجالات مفتوحة في الصحافة وهم صحفيين في أغلبية الوقت يعني في الزمن، يعني يقولون أشياء خاطئة وكاذبة، وخاصة يعني يشتمون الوطن، يشتمون البلاد، يشتمون الحضارة تاعنا، الحضارة الجزائرية، لا أقول الحضارة العربية الإسلامية، أولا الحضارة تاعنا، يعني كيفاش نمشي، كيفاش ناكل الكسكسي، كيفاش نحب هذه ونحمل، يعني أشياء وكلها كاذبة. ورأيت أنها يعني هذه النوع من الفتاوي يعني موجهه الى الخارج. هذا فضجرت يعني ورايت انه فيه اكاذيب. ذكرت بعض الاسماء، ذكرت ياسمين الخضراء، كمال داوود، وسيلة حمزاني. ياسمين الخضراء لم انتقده يعني فقط ذكرته بالاسم، بالاسم ذكرته ولكن مر الكرام يعني. لكن هو الذي يعني كان عنده رد فعل، يعني ياسمين الخضراء عنده يعني لم انتقد، انتقدت يعني كمال داوود اولا، سنصال كذلك طبعا، وبعض الاخرين يعني مختلفين. وسيلة تمزالي يتكلم. نعم وسيلة تمزالي. هذو اناس يعني يقولون اشياء كاذبه، كلها يعني كذب مفرط، ولم يعني يوقفهم احد. ويعني قبل الكتاب كان رشيد بوجدرة سبق في حوارات كثيره ذكر انه هادو يعتبروا تقريبا كتاب تلفيقيين كما وصفتهم انت في احد الحوارات، انه مثلا في تركيزهم على فكره التآخي ما بين الفرنسيين والجزائريين او ما بين الاقدام السوداء يعني خلال فتره الاستعمار، قلت انه مثلا فيهم حتى فيهم الى الان يعني ناس يكتبون اليوم يعني في بعض الجرائد يقولون، يصرحون ان الاستعمار كان يعني لم يكن سلبيا حقيقه، لم يكن سلبا،
يعني اشياء كما هذه يعني. فحتى كمواطن اولا ثم بعد ككاتب كنشوف هؤلاء يقولون انهم كتابا روائيين او صحفيين وكذا يعني، ولا بد من قول الحق يعني، فهمت؟ عندنا هذا المثال قول الحق ولو حتى راسك تشق. عندنا في الشرق هذا كيف فقط فيصل كنت حنروح لسمير ونرجع لك. سمير قاسمي عندما نتحدث عن الادب الهجائي طبعا نقولوا رشيد بوجدرة، يعني منذ سنوات وسنوات شفنا الكثير من يعني من الأعمال التي تناولت سواء واقع معين سواء شخصيات معينة ربما لا يتفق معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوطن، الوطن خط أحمر. نعود إلى موضوع كتاب زونة التاريخ. نعم. لأنه لا يقل أهمية عن كل الأعمال التي قدمها رشيد بوجدرة والتي كانت فارقة، يعني فارقة في تاريخ الأدب الجزائري سواء باللغة العربية واللغة الفرنسية. أنا كان عندي حديث مطول خاصة في مؤتمر الرواية العربية لما قلت أن الذي صنع حقيقة قطيعة في الأدب الجزائري باللغة الفرنسية يعني كان رشيد بوجدرة، يعني هذا قلته في غيابه، لأنه في فترة معينة كنا نعتقد أن كان رواية يعني رومو تقولي بلوكاج، كوم يتكلم لك يقول لك نجمة 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 نجمة، يعني وحده رشيد بوجدرة من كسر هذا هذه الحقيقة. لما راح رشيد بوجدرة يكتب بالعربية يعني قدم لنا وأحيانا نقول أوريزمو يعني لحسن حظنا أنه في فترة معينة كتب قرر رشيد بوجدرة أن يكتب بالعربية النصوص السردية بالعربية، لأنه كان هناك يعني استيراد للنص المشرقي في ثوب جزائري، يعني حتى بدايات يعني النصوص العربية سواء بالنسبة لابن هدوغة أو الطار كان عبارة عن نص مشرقي يرتدي بدلة جزائرية، واستمر الأمر حتى يعني لسنوات أخرى. رشيد بوجدرة لما جاء قدم عربية يعني أسلوبا مختلفا، يعني لغة متوحشة يعني تقف يعني حاجزا لهذا الغزو المشرقي. لما نتكلموا الغزو نعتقد أنه يجي فقط من فرنسا أو من الغرب، لكن أيضا من الخليج أو من المشرق، من ناحية حتى الكتابة، طريقة الكتابة، المواضيع، كانت هذه اللغة يعني من هذا الأمر. حتى هو في نفس السياق سمير كان رشيد بوجدرة قال أنه في تلك المرحلة وكأنه كما قلت أنت بن هدوغة، طاهر وطار، كاتب ياسين، يعني سقطوا كما قال هو في فخ الأدلجة. يعني أنت انتقدت مثلا يعني تحول الكاتب ياسين إلى الكتابة في المسرح الشعبوية، يعني قلت أنا لا يعنيني هذا المجال، أفضل أن أبقى أكتب للنخبة مع أني ملتصق بهذا الشعب وأمثله ويمثلني أيضا. طبعا الإبداع، لأنه أنا كاتب ياسين أستاذي أولا وقبل كل، يبقى أستاذي الوحيد في الجزائر أو في المغرب أو في العالم العربي. هو عندي أساتذة آخرين يعني في الخارج، فولكنر كما قلت عدة مرات، بروست أو الكبار المجددين في الرواية العالمية، ولكن كاتب ياسين في الجزائر يبقى بالنسبة لي أيقونة، ويبقى كذلك سيدي أستاذي. تعلمت لأن عندما قرأت نجمة وأنا كان عمري 14 سنة قلت سأكون كاتبا أو لا أكون شيء، ولا أكون شيء، جو سوغي كاتب وغيان دو تو. رغم أنه طبعا في الحقيقة عندما تقرأي نجمة فيه بعض النقائص، مثلا غياب الاستعمار غريبة، لأنه رواية كاتب ياسين بالنسبة لي رواية كبيرة ما فيهاش يعني قضية الاستعمار غير موجود، رغم أنه كاتب ياسين عانى من الاستعمار وسجن إلى آخره. رغم هذا الغياب نجمة رواية رائعة. وعندي خبر يعني حقيقة كان شبه سر ولم أصرح به أبدا، ولكن أخيرا باتصالي مع دار ساي حيث صدرت رواية نجمة، فهمت أنه نجمة كانت عندما قدمها كاتب ياسين كانت فيها 2000 صفحة، ويعني لعب المقص عند الساي المحرر الأدبي وتركوا فقط تركوا 200 من 2000 1000 من 1000 صفحة. كان أستاذ من
شخص يعني كان معرب فرنسي من أصل بولوني ومعرب ومتصوف، وحتى يعني دخل الإسلام يعني اختار الإسلام، ولكن كان دوره أنه يقص يلعب بالمقص في رواية كاتب في رواية نجمة. فالآن أقول أن نجمة ليست حقيقة الرواية التي قدمها كاتب ياسين، وإنما تقريب 10% ممكن. لهذا هذه النقائص التي تحدثت عنها ممكن موجودة في الألف تقريب 900 صفحة التي موجودة الآن في يعني كفر فور عند السوي. بالنسبة للسياسة هذه المواضيع موجودة الآن في الأدب الذي يكتب اليوم من قبل ما قد نسميه الجيل الثاني أو الثالث من الكتاب، سمير القاسمي من الجيل الجديد كذلك في الكتابة، ولو أنه يكتب منذ عدة سنوات معلوم. يعني هذه المواضيع موجودة في الأدب، يعني ما رأي الكاتب والروائي والأستاذ الجامعي فيما يكتب اليوم من الأدب فيما يخص تناول هذه المواضيع؟ يعني شيء جميل، أظن أني بكل تواضع فتحت الباب، يعني فتحت الأبواب على مصراعيها. هي كانت ممنوع بن هدوغة، كنت نحبه كثير يعني شخصيا كشخص، يعني كان صديقي جدا، ولكن تقريبا بن هدوغة عندما كتب مثلا روايات حول الاشتراكية أو حول المرأة وتحرير المرأة في الجزائر، يعني كانت أشياء يعني غير واقعية، لأنه رغم أنا أني مجرد نوعا ما روائي مجرد مجرد تجريدي، يعني في الحقيقة يعني أنا واقعي كثير. تعب بن هدوغة روايات وطار، يعني روايات كانت جاءت في وقتها وجاءت في زمانها وكانت جميلة وكانت أساسية وشعبية ولكن ينقصها نوع شيء، يعني بالنسبة لي رواية وطار تنقصها الفلسفة. الفلسفة العميقة، يعني ما هو الإنسان، قضية الإنسان كإشكال كبير يعني ومعضلة. مع أنه طاهر وطار وابن هدوغة يعني كتاباتهم في تلك المرحلة أطلق عليها ما يسمى الأدب الواقع الاشتراكي، الواقع الاشتراكية، وكان له دور، وكان هذا الأدب دور كبير في الجزائر آنذاك، كنا نحتاج إلى هذا الشيء. وطار وابن هدوغة كونوا كثير من المثقفين ومن التقدميين مثلا، إذن لعبوا دور أساسي. فالقضية هو أنه ممكن أنا الإعلام الفرنسي، طبعا إعلام فرنسي لم ينصف بوجدرة ولم يرافقه يعني على مدار عقود من الزمن بسبب ربما مواقف الوطنية، في حين اليوم وقبل اليوم كان الإعلام الفرنسي صنع نجوم، كتاب نجوم صح. جزائريين. ندمت أنك توقفت على الكتابة بالفرنسية، هذا السؤال الأول. والثاني، لماذا عدت مجددا للكتابة باللغة الفرنسية بعد توقف دام كما قلت لسنوات وسنوات؟ لا يعني أولا النجومية هذه، ما أنا المبيعات تاعي عندما بدأت الكتابة بالفرنسية وكل رواياتي ملايين، المبيعات ملايين خاصة من خلال كتاب الجيب ملايين وملايين، وترجمت إلى 49 لغة. يعني هذه النجومية جات، يعني الفرنسيين رفضوني منذ البداية. لما أنا لم أكن النجم مثل ما كان مثلا اليوم في النجوم عندنا من الكتاب الجزائريين موجودين عايشين في باريس أو لا، يعني من النجوم السياسيين. أنا لم أدخل في قضية السياسة، أنا كتبت ودفعت على مواقف إبداعية محضة، أدمجت مثلا الرسم التشكيلي في رواياتي، أدمجت الفلسفة ابن رشد، أدمجت الرياضيات كذلك، أدمجت كثير من الأشياء مع ذلك، يعني وهذا تعلمته من أساتذتي الأجانب. تعلمت كذلك من كاتب ياسين كما قلت، خاصة شاعرية النص، ولكن تعلمت الأشياء الأخرى من كتاب كبار أجانب، أمريكان خاصة، أمريكيين أو حتى فرنسيين كذلك إلى آخره. يبقى يعني أنه عودة إلى ما ترك عندما انتهيت، أنا بدأت الكتابة بالفرنسية هروبا من الرقابة في الجزائر. أنت تظنين أن رواية مثلا التطليق يمكن يعني نشره في الجزائر في سنة 70 69،
مستحيل. إذا كتبت عمدا بالفرنسية للنشر بالفرنسية حتى أتهرب من الرقابة. ثم بعد يعني عندما انتهيت العقد انتهى العقد انتهى انتهى ستة روايات جاء بعد كنت حر، فعدت إلى الجزائر وبدأت الكتابة بالعربية لأن فيه شغف، عندي شغف باللغة العربية بالحضارة العربية بالإسلام بالدين تاعنا بالحضارة الدينية، يعني حضارة ضخمة وغير ومتجاهلة أو مجهولة. إذن بدأت الكتابة كذلك وأردت قلت أن أحدث الرواية العربية بصفة عامة لأنها قديمة، أسلوبها قديم، كلامها قديم، فلسفتها قديمة بسيطة، يعني حبيت ندخل. والتفكك كان حاولت محاولة، لست أدري هل نجحت. هذا قضية النقاد، والنقاد عندنا قليلين. يعني حاولت يعني إدخال أشياء أخرى، مثلا سنحاول يعني نقول ما هي الرواية بالنسبة لي. ثلاث أشياء طبعا موضوع وبالنسبة لي غير لا يهم، مش هام كبير مش كثير. أول الموضوع، ثم البنية الأساسية. احنا ما عندناش بنية، عندنا سرد. كل رواياتنا سردية، كل رواياتنا اليوم إلى يومنا هذا سردي، تبدأ بألف وتنتهي بيا. كذلك الشاعرية النص، يعني تكسير اللغة، تكسيرها واستغلالها بقوة وبعنف وباستعمالها، يعني خاصة اللغة العربية. اللغة العربية رهيبة رهيبة. لماذا؟ بثلاث حروف تنجب كلمة، ثلاث حروف. أي هذه اللغة الوحيدة في العالم الفريدة، بحثت كثير حول هذا الموضوع. هذه اللغة الوحيدة اللي بثلاث حروف من ثلاث حروف تنجب يعني جملة كلمة. لا أستاذ بجدنا، قلت الفرنسيون رفضوك منذ البداية، لماذا رفضوك؟ رفضوني لأني يعني أنا كنت أنتقد في رواياتي المجتمع الجزائري والسلطة السياسية الجزائرية كذا، ولكن كذلك كنت أنتقد الاستعمار، كنت أنتقد. أتذكر أنه أول رواية، ثاني رواية لانسولاسيون ضربة شمس، رواية ثانية دخلت يعني نص تاع كولونيل فرنسي يعني يعترف بالمحارق في المغارات، يعترف بها في الظهرة. البدايه هي كانت بعد البدايه تاعها في الظهرة، ولكن كان في بعد عممت بعد عممت. يقول هذا الكولونيل، يقول دخلت يعني ادمجت تقريبا 10 اسطر من هذا من الشيء اللي قاله الكولونيل. فدار النشر قالت لي هذا ما نقبلوش نرفضه. قلت لهم ما تنشروش، وقالوا لي يعني في دار النشر هذيك نفس الدار تاعي يعني وقتها دونوال، قالوا لي اذا يعني احنا نشر. ثم في الليل بعد هذيك الليله هذيك خرجت انا به بروايتي ماشي، دخلت لبيتي، وفي الليل 10 تاع الليل عيطت للمدير العام. انا كنت عندي علاقه مع المدير الادبي، هو اللي رفض، وكان تقدميا كثيرا ومعروف يعني من الناس الذين اسمهم لي 121 ومثقفين كبار اثناء وقت حرب الجزائر العارضه كبيره يعني معروفه. هذا كان منهم، لكن قال لي هذه ما زالت يعني حساسه وكثير قوي. قال لي ما بعدنا رجعتنا نازيين. قلت له قبلت، انتم مشيتوا قبل النازيه، يعني اخترعتوا المحارق قبل النازيه. يعني صدم وقال لي انا ما ننشروش. انا كي دخلت للدار، هو عنده مديره، كي قال المدير تاعو قال له هاك ابو جدره وكذا، المدير قال لا انا يلزم ينشر الكتاب حق، عنده الحق. ونشرت الروايه لانسولاسيون ونجحت، والان في كتاب الجيب راهي في تقريبا 7 ملايين. طيب سمير قاسمي، عندما نتحدث عن العداء، هذا العداء مع الاعلام الغربي بشكل عام، مع الفرنسي بشكل خاص، هل تشوفوا انه عداء سياسي ام ادبي في رايك؟ اولا يعني نعود الكلام رشيد بوجدرا فيما يخص الاعلام. ما كانش حكم مطلق ان الاعلام الفرنسي ظلم رشيد بوجدرا، انما تحدث عنه الاعلام الفرنسي، يعني تحدث عن اعمال كثيره، ولكن الاعلام النقدي الجاد. كان فرق لما كاتب يصنعه الاعلام لاسباب سياسيه
ونظن هذا اللي قصده رشيد بوجدرا بالضبط. نعم. وكاتب يتحدث عنه الإعلام لأنه فرض نفسه أدبيا. أدبيا. رشيد بوجدرا في ربورتاجات كثيرة وفيه مقالات نقدية كثيرة في فرنسا، ولما نقول أنه رفضه الفرنسيون لا نقصد القراء أكيد طبعا، لكن نقصد لوبيات معينة في فرنسا، لأنه من أكثر الروائيين يعني أنا يعني ترجمت لي الرواية الأولى في سوي وكان عندي تعامل معهم، وشفت مثلا أنه كاتب ياسين يعني في ليفر دو بوش وفي دور نشر أخرى رشيد بوجدرا في ليفر دو بوش من أكبر المبيعات في فرنسا لحد الساعة يعني يعني لما طلبت أن الكاتب ياسين للترجمة للجزائر شرطه أنه ما يكونش ليفر دو بوش يعني عادي يعني لألف نسخة أوكي والآخر، لكن كرينو هذاك ليفر دو بوش لأنه من أحسن المبيعات طبعًا يعني طبعًا. وهذه حقيقة، هذه هي قوة الكاتب يعني قوة الكاتب ليس في النجومية الآنية لتفرضها سياسة معينة، وإنما في الحضور ولكن الأدبي، ولكن في بقاءه في أرض لا ترغب فيه، ولكن يعني يفرض نفسه أدبيا. كيشوفوا بوجدرا كشخص كمبادئ كنصوص راهو أمبلونتي في أرض أصحابها لا يرغبون فيه، لكن كيوا كاتب ياسين يعني يعني فرضوا نفسهم أدبيا. هذه النجومية اللي نحوسوا عليها، نجومية النص يعني نص وش عمل وش عمل هذا النص. والفارق لما قال صح يعني احنا نحسبه أنه بوجدرا واقعي، لا بوجدرا في كتاباته تجريبي يعني روحي رواية روح متفكك تطليق. بوجدرا يختلف من عمل إلى عمل، وهذا كان سبب ربما بعض الانتقادات اللي كانت تتكلم على البلاجيا وتتكلم على هذا. يقول لك كيف ممكن لكاتب واحد أن يتغير من كتاب إلى كتاب من رواية أخرى؟ نساو أنه القدرة الإبداعية والمخيال والتكوين أيضاً. لما يتكلم رشيد بوجدرا على أنه تكوينه كرياضي فلسفي نفهم المعنى، لأنه تكويني أنا أيضا رياضي وقانوني يعني لما تجيب مجال آخر وتعمل إسقاطات يعني العلوم بالضبط. الأخرى بالضبط. في الأخر يعني هذا يعني الأهمية. أنا حبيت ندخل في هذا النطاق باش ما نتخيلوش من ندوش المشاهد فكرة أنه رشيد بوجدرا يعني مرفوض من القارئ الفرنسي، لا لا يعني النخبة الزبدة القارئ الحقيقي قارئ الكلاسيكيات كاين مذكرات جامعية تناولت الرواية رواية بوجدرا. فقط قبل أن أكمل معك سمير ونرجع لك فيصل، تحدثت عن الترجمة عن دارسوي، شفت في من خلال منشوراتك أنه فيه الكثير من الترجمة يعني المشاريع الترجمة اللي راك تشتغل عليها باعتبارك أيضا مدير مركزي مدير النشر المركزي بمؤسسة الفنون المطبعية إيناغ. ما هي اهم الجديد؟ لانه يعني حاولت يعني نجيب نماذج يعني حقيقيه واسماء يعني كبيره من الخارج ادب الحقيقي يعني مش الادب التجاري البسيلر والادب الحقيقي من المانيا ستيفن فاندر مثلا، ولا من يعني من اسبانيا خوسيمياس يعني ادب حقيقي ينقل إلى اللغة العربية. قبل ما يجيب سمير قاسمي على سؤال فيصل، ربما المشاهد الآن يقول مثلا عندما نذكر أسماء معينة تحدثنا عليها كما بعلم صنصال أو كمال داود أو ياسمينة خضرة أو غيرهم يعني من الأسماء، يقول لك أوكي طيب هادو مثلا راهم يركزوا على زاوية معينة ويهملوا أنه الاستعمار هو إسكان استدمار ومارس تعذيب وحشية وجرائم وكذا، ولكن مثلا عندما نقول آسيا جبار اللي وصلت للأكاديمية الفرنسية كانت عضو، ومش هذا مش أمر سهل طبعا وغير متاح للجميع، ولكن أيضا آسيا جبار كتبت عن هذا الاستعمار يعني حتى روايتها كانت رواية يعني فيها إدانة صريحة للاستعمار الفرنسي. لطيفة لطيفة صراحة نعرفها مليح وحبيتها كثير، ولكن بطريقة لينة ولطيفة جدا جدا. لا
لا أقبل يعني لا أشاركك هذا الرأي. بالنسبة لآسيا كاتبة يعني كبيرة هامة جدا، خاصة بالمنظور النسوي، يعني كاهتمت بالقضية النسوية وبالمشاكل النسوية، وكان أساسي، هذا أساسي آنذاك، ولكن دخولها إلى الأكاديمية الفرنسية دخولها يعني طلبت هذه ممكن يجهله المشاهدين، أنه ما تدخلش الأكاديمية هكذا أن تعين أو يصوت عليك، وأنت تذهب إلى أنت تتصل بال 49 شخص اللي موجودين في الأكاديمية وتطلب يعني تطلب منهم أن يعني يصوتوا عليك وتقدم حجج وأشياء، وإذا دخلت بطلب منها برغبة وبالاتصال بال 49 شخص، يعني الدخول هكذا لم تكن نوع من الجائزة، وأخذت جوائز، تم ترشيحها على مدار سنوات لجائزة نوبل أيضا ولم. أنا كذلك يعني 10 سنوات وأنا في القائمة، محمد ذيب كذلك، ولكن هذه نوع من اللعبة، نوع من سينفانت، نوع من اللعبة ها، يعني مراوغة لبخين وبيت والتجميل يعني والتجميل بالعادة يحط يقول لك احنا احنا رشحناكم ولكن ما فيش كل جائزة سياسية كل والنوبل خاصة وجائزة يعني حقيقة غربية متوحشة ضد كل ما هو غير ليس غربي وليس مسيحي وليس كذا. كان أفريقيا الدواء أستاذ بجدرة. أنا ما أفارق. نادين قرب دماغ مش مشكلة هذه. مش مشكلة. مرتبات على أفريقيا السود يعني أفريقيا السوداء كانت يعني أنا ذاك موضوع حساس. نرجع لك ليك سامير لكي كملوا في قوس خش طرحتي سؤال لم يتم الإجابة عنه. تفضل. في صل تفضل. ونحن في انتظارك لتجيب سامير. بالنسبة لرشيد بوجدرة لماذا لم يعني في المشرق في المشرق ليس هو رشيد بوجدرة في مكان بالطهر يعني أمور مثلاً أمور بسيطة أمور بسيطة جدا هي متعلقة دائما بالأفكار التي تتبناها يعني الأعمال أولا لا نكملوها هذه وأيضا البوابة لتمثل رقابة في المشرق يعني موجودة البوابة أنا اللي عارفها يعني عن يقين مثلا أنه مثلا في المشرق العربي من بوابة المصرية كان المرحوم جلال أمين كان مانع روايات رشيد بوجدرة محمد شكري ونفسه نفسه جلال أمين اللي كان في لجنة التحكيم 2012 للبوكر ورفض الحالم روايتي أنا. لماذا؟ أولا أنه جلال أمين يعتبر كل رواية تجريبية يعني لا تعتبر رواية إلى حد أن عبد وازن في جلسة حضرها بعض الصحفيين الجزائريين وسألوا قالوا بهالطريقة يعني بول أوستر وفوركنر مش روائيين قالوا جلال أمين بصريح العبارة وهو رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية قالوا بالطبع هم ليسوا روائيين يعني إنسان كهذا واستغربت أنه كانوا بعض الصحفيين الجزائريين حاضرين ولم يأخذوا الكلمة وكان هناك مسؤولين في الثقافة الجزائرية ولم يدافعوا عن الأمر كان هذا جلال هذا يعني من لبراج الحواجز لمنعت روايات بوجدرة مثلا حتى دعا محمد شكري في فترته أن تدخل وفي كل بلد عربي يوجد شبيه لهذا الشخص براج يعني براج وهو عبارة عن محكمة تفتيش أنا عندي يعني نوع من الخبر أنا جمال غيطاني كان صديقي رحمه الله كان صديقي ومعجب برواياتي يعني في وقت من الأوقات طلب مني اختيار 4 روايات لنشرها في دار الهلال دار الهلال واخترنا الرواية وكان هو عنده منصب في دار الهلال مش عارف مدير أدبي أو كشيء وعندما قدمها للمدير العام عندما قرأ المدير العام الصفحة الأولى من الرواية الأولى قال له أنت مجنون قال له أنت مجنون جمال الغيطاني تحدث معي في الهاتف قال لي رفضت الرواية قلت له هل سؤال كان حقيقة نزيه نحبه أنا ونحب مصر طبعا قلت له هل ترى أن المجتمع الجزائري متقدم على المجتمع المصري غضب وفي الحقيقة المجتمع الجزائري والمغاربي متقدم على المجتمع المشرق نقطة ثانية ما كملتش الفكرة حتى لبنان لبنان خرافة 6% نكمل نقطة ثانية
أنه هناك في المشرق هو تسلط للنقد التقليدي هكذا، وتمثل الرواية المغاربية بما فيها الجزائرية ولا جيل تمثل قفزة نوعية يعني في السرد العربي، بحيث أن المدرسة النقد التقليدي موجودة في الشرق المتحكمة لحد الساعة لم تستطع مسايرة هذه القفزة الإبداعية اللي تمت بداية يعني من نهاية الستينات مع وجدة لا ما قبل مع كاتب ياسين لا يعني وبقات مستمرة يعني إلى هذه الدرجة. الناس أحياناً يشوفوا يقول لك لماذا هذا الكتاب المغاربة الجزائريين يتم ظلمهم، ولا مش قضية ظلم، هو أن القدرة الناقد المشرقي المدرسة التقليدية تجاوزها الزمن، لأنه محمد شكري مثلا يعني محمد شكري في الخبز الحافي لولا تلك السطوة التي حققتها الرواية باللغة الفرنسية يعني ما قدرتش تقتحم السوق المشرقية إلا من سوقين وثلاثة يعني السوق اللبنانية والسورية، لكن المصرية سنات يعني سنوات. حتى وفاة بعد إيه بعد. لما أيضا تحدث راشد بوجدرة عن جمال الغيطاني الآن في المشرق يقول لك جمال الغيطاني يعتبره كأنه من رواد من أدخل صح. الثقافة الإسلامية للرواية العربية، مع أن راشد بوجدرة أنت اشتغلت في ألف عام وعام من الحنين قبل يعني من قبل جمال قبل جمال بكثير، ولكن ومش بنفس جمال نحبه ونحب رواياته، لكن روايات صغيره قصيره قوتوف دفاتر التدوين تجريبيه الاخرين تجريبيه هذه كانت تجريبيه هذيك، وحتى المشرق نفر منه لما دخل هالتجربه الصوفيه التجريبيه معناها المشرق يعني يرفض يرفض على تجارب جديده. اسمح لي انا تفضل. بالنسبه للجمال، جمال صديقي حبيبي الله يرحمه، ساعه يعني كنت نمشي للقاهره ونمشي عند زوجته يعني نشوف نزور اولاده الابناء تاعو الى اخره، يعني تجيني الدمعه يعني. لكن قضية انه هو لم جمال كان حب ادمج حاول ان يدمج الاسلام والتصوف في رواياته، لكن بدون اي نقد صح بين الانتقاد. هذه حقيقة. مثلا انا في روايتي ألف عام من الحنين هي قراءة في ألف ليلة وليلة، ولكن يعني قراءة نقدية يعني نقدية الى اقصى حد الى اقصى حد. نقول كلمة فقط حق في حق جمال غيطاني رحمه الله، يعني في 2000 يعني تقريبا 2011 2012 يعني لما كان تبحث عن سوي عن أصوات جديدة عربية تترجم لها، سألت كاتبا جزائريا يعني كبيرا ما اسمه قوسين في الجزائر لا يهمني عن اسمي، فقال إنه شاب يعني ممكن أن ينتظر سنوات مغمور. لكن اكتشفت لاحقا الذي رشحني إلى دار سوي كان المرحوم جمال غيطاني رغم عدم معرفتي به شخصيا. جميل. قال لهم بالحرف الواحد شاب جزائري له الحالم ويوم رائع الموت، اختاروا اي عنوان يعني هذه شهادة حق يعني بالنسبة لي. جمال كان يعني كاتب كبير اولا كاتب كبير يعني ناقد كبير اكيد نعم. طيب النقاش مستمر وما زلنا معاكم مع ضيفنا اليوم الروائي الكبير راشد بوجدرة وايضا الروائي سمير قاسمي وزميلي فيصل مطاوي، نعود للنقاش ولكن بعد هذا الفاصل. عدنا بعد هذا الفاصل لنواصل النقاش مع ضيوفي عدد اليوم من برنامجي أما بعد. نبقى معك أستاذ بوجدرة، نتحدث الآن عن المشرق عن القارئ باللغة العربية عن الناقد أيضا. سبق وصرحت أنه من بين أهم أسباب يعني عودتك إلى الكتابة باللغة الفرنسية الناشر الجزائري باللغة العربية والناشر العربي بشكل عام، قلت أنك يعني لا تعتبره رائدا من رواد النشر بالنظر إلى بعض الممارسات في سوق النشر في الوطن العربي. هذا هو الإشكال. الإشكال يعني عندما بدأت عندما كانت لينال عندما كانت دار النشر تاع
تاع الدوله يعني كنا نصدر كتب الكتب تاعنا بكل بساطه بكل سهوله بدون رقابه بدون كذا، وبطبع كميات كبيره 50,000 نسخه على الاقل. يعني كنت انا والمؤسسه الوطنيه للكتاب وثلاثه او اربعه كتاب كنا تصدر لنا الطبعه الاولى 50,000 نسخه وتباع، كان الكتاب ب 100 دينار 150 دينار اقلها 10,000 نسخه اقلها 10,000 نسخه. بعد كي مدينة انسحبت لنال وذهبت واضمحلت وذبحت ممكن وذبحت يعني بقينا معني شكون مع من نتعامل، تعاملنا مع الدور الخاصة، والدور الخاصة عندها اشكال. انا ما تخلصش، انا ما تدفعش، ما تحترمش القوانين ادنى قانون يعني تاع العقد حقوق المؤلف ابدا. لذا يعني انا انتقلت عدت الى اللغه الفرنسيه لان الناشر باللغه الفرنسيه احسن. طبعا لا لا لا، فيه قوانين فيها ما فيه جديه كبيره جدا ابدا. شكيت انا قدمت شكوى او شيء بدار النشر الفرنسيه، ولانه نتحدث عن المفاضله ما بين النشر باللغه الفرنسيه والنشر عفوا اللغه العربيه، في مكانك كان يجلس ساري استاذ محمد ساري نعم، وجنبه كان الروائي امين الزاوي، كان فيه نقاش منذ اسابيع عن القارئ باللغه العربيه والقارئ باللغه الفرنسيه. انت كتبت للاثنين، يعني هل صحيح ان القارئ باللغه العربيه قارئ متحفظ وسطحي ومعقد مقارنه بالقارئ باللغه الفرنسيه؟ هذه اطروحه امين الزاوي يكركرها منذ سنوات وهي خاطئه وكاذبه وارفضها يعني رفضا عنيفا. هذه من الدعايه من خلال هذه من الدعايات تاع امين الزاوي صراحه. يعني انه القارئ العربي، هناك قراء باللغه العربيه يعني حقيقه محترمين كثير كثير، وهناك قراء باللغه الفرنسيه كذلك محترمين كثير كثير، ولكن انا نظن مثلا بالنسبه للطائفه تاع الشباب من اليوم مثلا من 20 الى فوق تقريبا 20 40 50 يعني القارئ العربي المعرب يعني يقرا احسن، يقرا اكثر ويتفهم احسن يعني بدقه. القارئ تاع اللغه الفرنسيه كذلك يبقى يعني مربوط يعني كانه مثلا لست ادري ولكن نظن نقول بجدره فيه نوع من الصخب في رواياته الجنس كذا ممكن لكذا. لهذا هو هذا ما قصده، يعني انه القارئ باللغه العربيه لا يقبل كل الافكار الموجوده. لا لا انا يعني شخصيا هذه ارفض بالعكس والله. السؤال دقيقه، القارئ باللغه العربيه يعني اجرأ من القارئ باللغه الفرنسيه اليوم. لماذا؟ لانه شاب، لانه ما متحضر عنده اللغه العربيه اولا، كذلك عنده لغات اخرى الانجليزيه او الفرنسيه كذلك طبعا. اما كي تشوف القارئ المفرنس ما عنده الا لغه واحده. طيب لانه ذكرنا امين الزاوي، اخر رساله من امين الزاوي لرشيد بوجدره كانت لماذا كل هذا الصمت يا صاحبي، كانت رساله محبه، لماذا انت غائب؟ في حين كان مثقف اخر ربما فيصل انت متابع قال لك اما انا لبوجدره ان يصمت، يعني حتى في الوسط الإبداعي ما زال مستمر هذا الخلافات الحساسيات ولا لا، ولكن يعني هذا صمت يعني هذه كذلك يعني هذه بدعة. أنا صمت في بعض الأحيان خمس سنوات لم أنشر أي رواية، الآن عندي 3 سنوات ما نشرتش، هذه رواية عندي رواية تحت الطبع الآن. ربما هنا القصد من الصمت ربما ما يتعلق بالمواقف قضية أيوة سياسية، لأنه يريد هذه هي قضية الحراك. في حين مسكنة حقيقة لازم نقولها وأعيدها وقالها وسأعيدها، أن الكاتب الجزائري لا يحب الكاتب الجزائري وأن الكاتب الجزائري لا يحب الكاتب الناجح. لكن سمي وأن الكاتب رشيد بوجدرة لا، أنا أحب كتابات رشيد بوجدرة وأقدرها كثيرا، ربما حنختلف معه في أمور كثيرة سياسية إيديولوجية يعني ممكن ما نشربش معه قهوة، لكن رشيد بوجدرة قلتها في مطلع كلامي أنه كاتب عالمي لأسباب نقدية وقرائية، لأنه طيب ما عنديش كتاب لبوجدرة ما قريتوش. طيب سمير وسيم الأعرج مثلا يقول أنه يحب سمير قاسمي، وأنا أحب وسيم الأعرج لكنني لا أحب بعض نصوصه، لكنني لا أحب بعض نصوصه. في روايات وسيني يعني روايات كبيرة عند وسيني طبعا لا مش نفس الشيء، يعني تختلف المستوى تاع وسيني والمستوى تاع الزاوي، هذا واضح. ممكن أتفق وأصادق
وألتقي مع الزاوي أكثر من شخصيا أكثر مع وسيني. الزاوي كان قريبا لي كثيرا يعني مدة طويلة. وسيني ما عنديش علاقة به وطيدة شخصيا. أما في بعض الروايات يعني واضح أنه روائي حقيقة روائي. ولأرشيد بوجدران انتقد كثيرا كمال داود. لماذا كمال داود؟ انت اخذت فقط هو يتعلق بالنازية قضية النازية وقضية كمي جيش الجزائري كمي احنا لم انا لم اقل ابدا كمي كاتب كبير هذا كمي. اساسي كاتب من اكبر الكتاب العالميين في التاريخ في تاريخ ولكن انا حكيت على كمي كموقف سياسي في الجزائر عندما يقول انه هو جزائري وهو ليس جزائري ليبينوا. انا كتبت مره بتربوني مجله سويسريه المانيه سويسريه في زوريك اظن مش مجله وانما جريده طلبوا لي مقال حول كامي. قلت انت انا سقط قلت كامي ليس لا ليس فرنسي وليس جزائري وانما بينوار سيتان بينوار. رفض المقال رفض المقال خلصوني ولكن ما قبلوش سويس المان يعني هم عندهم واحد العنصريه وعندهم ده. انا بالنسبه لي وشو تشوف الروايه شكون ما هي ما فيش انسان يعني كاتب وصف الجزائر مثل كامي بجمالها يعني دون نوس دون ان في نوس في قولي عليه ليتي الجي ما فيش اي جزائري او غير جزائري يعني ولكن كي تشوف روايته الاولى ليترونجي يعني نص ناجحه نص النصف الأول ثم بعد يسقط في قضية تقليد في أمريكي القضية أمام المحكمة دون طويلا وتطول يجي تقرأ الرواية الثانية هذيك في وهران هذيك تصير في وهران لابس ضعيفة لابس ضعيفة لكن هذا لا ينفي أنه اسمه كامو ايت ان غران تيكريفان. انا علاش قلت خد موقفه عندما قال يعني بين قال انا اشياء كتب اشياء رهيبه كامي يعني في مراسله مع شاعر كبير نسيت اسمه غوني شار يقول عندما ساخت اخذ مواقف مع الجزائر ضد الجيش الفرنسي الى اخره قال الفو الفيزيي il faut fusiller Sartre et ses copains مكتوبه في رساله لهذا الشاعر كان صديقه اذا قال يعني يعني تتحفظ على مواقف على بعض المواقف السياسيه لانه فيه طرف فرنسي يحب يجعل من كامي جزائري وهو ليس جزائري. طيب سمير حضرتك تفضل فقط من باب انه لما نتناولوا اسماء هكذا نتمنى يعني انا انت يا فيصل روائينا كبير رشيد بوجدرا اننا لما نتناولوا اسماء لازم يفهم المشاهد انها ليست محكمه تفتيش اكيد طبعا وانه رايي في روائي أكيد. يقدر يكون رأي هو ذوقي وراي رشيد بوجدرا هو ذوقه ما فيهاش تفتيش لانه كل كاتب ممن ذكرنا أضاف شيئاً للرواية الجزائرية لازم أقول لك بين قوسين أمين الزاوي عنده منبر كل أسبوع في ليبرتي أنا ما عنديش ويقول ما يقول في أشياء يعني أكيد تضرني أنا شخصياً يعني تجعني خاصة أستاذ بوجدرا حاب يكتب في الصحافة ومنعوه كلها لا كتبت في الوطن كتبت في الوطن وفي الخبر وفي السفير لا ومقالاتي ستنشر في شهر جوان حلزونيات نكمل الفكرة أنه هذه الآراء كلها تضيف للأدب الجزائري لكن في نفس الوقت كما ما بخصوش الناس حقوقهم ما لازمش يعني بحساسية لا ايضا بعيدا عن الحساسيه ما لازمش نحطوا الناس يعني مع بعضهم وهما لما نقولوا كلمه نقولوا كمال داوود نقول بوعلام صنصال انا اعتبرها ظلم في حق بوعلام صنصال كما قلنا في من قبل قلت لك انا بوعلام صنصال هو صاحب صنعه
يكتب رواية حقيقية فيها بناء فيها لا شخصية. ولكن النقد هنا ما كانش على كان أكثر منه على السياسي ولكن أنا أقول يعني في نقاشاتنا بصفة عامة كجزائريين قضية الذاتية ولا بد منها علاش نخبيها دائما احنا ماكش موضوع انت ماكش موضوعي ذاتي اي ذاتي ونص الذاتية داخلة في الموضوعية عندما نتحدث عن رشيد بوجدرة ايضا عندما نتحدث اي اكثر شيء على احترامه للرأي الاخر وفي نفس الوقت مسكه ب يعني آراءه بايديولوجيته نشوفه ربما قصة او حكاية المنتدى الوسطية يعني الذي يجمع رشيد بوجدرة وأبو جرى سلطاني ربما خلال الإعلان عن ميلاد هذه الهيئة هناك من استغرب كيف يمكن أن يكون يعني نقيضين في مؤسسة واحدة بالعكس يعني هذا يقول أنه من النضج الديمقراطي عند بعض المثقفين مثل أنا ومثل أبو جرى إنسان مثقف إلى آخره عنده رأي عنده كذا تناقشنا في بعض الأحيان في حتى في هنا في الشروق في التلفزة ويعني لقيت إنسان عنده موقف مضاد لموقفي ولكن متقبل لموقفي وانا متقبل الموقف تاعه ولكن ما يربطون كذا حب الوطن اولا حب الحضارة العربية الإسلامية ها تنقلي الى اللغة العربية اتاني بكثير من المحبة من طرف الإسلاميين وانا فخور بذلك ومسرور ما من هؤلاء الناس هو بوجرة عندما انا الشيخ نحناح لا رحمه عندما بدات الكتاب العربي روايتي الاولى التفكك يعني جاءني الى البيت وشكرني كانت علاقتك علاقة قوية مع الشيخ نحناح رحمه الله أصبحت قوية عند مجاني البيت أنا ما كنتش منعرفوش يا أخي بالنسبة لي كان على كل حال نوع من العدو السياسي ولكن جاء وتقبلني ودعاني إلى بيته ودعوته ويعني قضية المفيد أنه عندنا أشياء يعني بالنسبة لي أنا أبو جرى سلطاني أو الإسلاميين السياسيين الذين يرفضون العنف طبعا إلى آخره يعني عندهم حق ولكن عندهم شغف بالوطن أو الوطنيين وأنا كذلك وطني أولا وقبل كل شيء ثانيا شغف بالحضارة العربية الإسلامية بالتقدم العربي الإسلامي حبوا هذو الناس يحبوا الشعوب العربية الإسلامية النائمة الآن المقهورة الآن يعني تقوم تفيق تستفيق وتريد تتصور يعني تفضل فيصل قلت انه عندك روايه تحت الطبع يعني واش موضوع الروايه المقبله؟ لا ما حبش تقول عليها ما زالت ماشي خليها مفاجأة درك احنا يعني العام هذا تخرج ان شاء الله ولا نعم على ذيك الروايه فيصل اردت ان افتح قوسين عن السينما بالعربية ورشيد بوجدرة السينما وسمير قاسمي روايات رشيد بوجدرة عدد السيناريوهات التي كتبت كسيناريو لأفلام سينمائية رواياتك لم يتم الاقتباس منها للسينما وهذا يعني أمر مؤسف في مشروع مع سمير نرجع نعم المسرح حتى المسرح حتى المسرح مع أنه كتب أصلا المسرح يعني فيه محاولات مع الحلزون العنيد لأنه يبان للمخرجين أن الحلزون العنيد رواية بسيطة ليست بسيطة طيب ما السبب في رأيك أنا أظن صعوبة النص يعني مستوى الرواية تاع بوجدرة والنص تاع بوجدرة صعب جدا اظن هذه مشكله هو المخرج السينمائي او المخرج المسرحي يريد ان يكون يعني نصا بسيطا انا فعل مفعول به نقول وانا ضد الفعل مفعول به هذه القضيه تاعنا انا عندما في بعض الكتاب عندهم لغه وعندهم قصه وعندهم كذا عندهم موضوع ولكن تجي تشوف الكتابه فعل مفعول به ما يعرفش الجمله الطويله انا عندي جمله طويله 8 صفحات رقم السياسي تاعي جملة فقرة يعني هذه ممكن أستاذ رشيد بوجدرة يتابعونا مثقفين وكتاب ممكن يقولوا هذا غرور من رشيد بوجدرة غرور هذا واقع لماذا لما يعني يحاول أي شخص اقتباس في المسرح أو اقتباس للسينما والطارق اقتبس بن هدوق اقتبس
امين الزاوية اختبس بوجدره لم يقتبس. لماذا؟ لانه فيه صعوبه وقع هذه موضوعيه يعني عنده شو ممكن الشخص هل لا اقول انه غير قادر هو ولكن اقول لك الجمهور صعب جدا صعب جدا كمضمون يعني. طيب سمير قاسمي يوم رائع للموت فيه خبر جديد خليني اقول صار لانه من النادر جدا التعامل مع النصوص الادبيه نصوص مع الروايه. يوم رائع للموت ستكون فيلم سينمائي من إخراج سعيد ولد خليفة. ولد خليفة نعم ممكن يعني تفاصيل عن هذا المشروع؟ لا يعني مش تفاصيل أنا يعني حتى يعني في قضية سينما أو حتى في الترجمة أنا لا أبحث لا على الترجمة ولا على السينما ولا على التحويل المسرحي. نظن أن كما قال الأستاذ بجدران أنه النص يفرض نفسه حتى يجي صاحبه يعني الفترة. لما يعني صدرت تم إحياء اليوم رائع للموت لأنها صدرت 2009 لما أتذكر وبعدها طبعة ثانية وطبعة ثالثة صارت المناسبة أنها ترجمت للغة الفرنسية عند أكسود سلسلة سندباد اللي جعل يعني المنتجين ينتبهوا لها هو هذا الضجيج اللي صار خصوصا في كبريات الجرائد الفرنسية يعني كان نقد بناء وكلش وهذا اللي عبرت عن أسفي لأنه يعني النص عربي كنت نتمنى لما يصدر بالعربية يكون متابعة عربية والانتباه لها عربيا لكن معليش أنه لما صدر بالفرنسية انتبه لها العرب الآن وهذا مؤلم يعني في الحقيقة يعني بالنسبة لي وحتى رشيد على بالي يقاسم معي هذا الألم ألم كبير. جات فرصة أنه انتبهوا لها قال لك نحولوها يعني الفيلم سينمائي. لما تكلم معايا آخر مرة المخرج سعيد ولد خليفة كبير سعيد ولد خليفة يعني شفت حتى أنه تصور الإخراجي ممتاز لأنه هو كان قراها من قبل وبعدين قراتها زوجته زاد قراها باللغة الفرنسية يعني اندمج مع النص باللغتين وحتى تصور الإخراجي لما شفت يعني حتى الآن يطابق الفكرة تاعي. أكيد حيكون فيها شروط متعلقة بهذا العمل ككل لكن يعني هذه فرصة يكتشف فيها الذي لم يقرأ الرواية يكتشف الرواية بشكل يعني السينما يعني ما لكن ما رأيش هدف من أهداف الكتابة. هدف الكتابة هو كتابة نص لا يتشبه يعني أنت تموت هو يبقى هذا هو الهدف تاع الكتابة يعني. طيب شكرا ونبارك لك هذا المشروع الجديد في انتظار أن نشاهد الفيلم وتشاهده أيضا إن شاء الله تكون راضي. عادة الروائيين ما يكونوش راضيين بزاف على ما يقتبس للسينما أو التلفزيون أو المسرح. أكيد لأنه النص ما يقدرش يعني المحمول الموجود في النص يعني بين سطر وسطر وكلمة وكلمة كان دائما محمول نفسي فكري ما تقدرش أي شيء الآخر نعم. لكن إن شاء الله يكون إن شاء الله سمير وموفق أيضا باعتبارك مدير مركز النشر في مؤسسة الوطنية مؤسسة الفنون المطبعية إيناغ أيضا موفق في انتظار معرض الكتاب الدولي لا أخبار لحد الآن. لا ادري يعني هذا امر يخص الوزاره يعني مش نحن في الانتظار ايضا معك فيصل نختم معك سيقام نعم المعرض سيقام المفروض نعم المفروض يعني نبارك عوده سعيد ولد خليفه كذلك للسينما بعد فيلم زابانا منذ عده سنوات وانا كنت في المهرجان الوطني المسرح المحترف واعرف ان سمير قاسمي ربما سيترجم الى المسرح بروايه حماقه ليس كذلك؟ وقبلها ستترجم الى اللغه الفرنسيه وايضا الى اللغه الانجليزيه. اخر روايه لسمير وفي عرض على حماقه هي الحماقه كما لم يرويها احد كما لم يرويها لم يرويها احد ما قريتوش اخر روايه هذا الاسبوع ان شاء الله جاي. يعني يتحول الى عرض يعني مسرحي الامر راهو يعني في الاشتغال ان شاء الله يكون فرصه ان شاء الله الجمهور تاع المسرح يتعرفوا على الروايه يعني هو تقاطع فنون في النهايه هو تقاطع ان شاء الله سمير وشكرا على الحضور شكرا فيصل اختم معك ايضا استاذ رشيد بوجدره ما بين من يصف رشيد بوجدره بالمحارب الدون كيشوطي الذي يبحث عن بطولات وهميه بعيدا عن الادب بتصريحات ناريه وجريئه وبين من يقول ان بوجدره بطل
سيزيفي، يعني أنه لا يختفي ولا يتوارى، وإنما يواجه وبكل عنفوان وجرأة في يعني الحياة السياسية والثقافية معا. أيهما أقرب لراشد بوجدرة الإنسان فعلا؟ قبل شيء طبعا أنا مواطن أولا جزائري، وكل ما هو جزائري وكل ما هو ما يصرف في الجزائر ما يعني مسني ويقيسني، يعني هذه فيه ردود فعل نتكلم عليها نعبر عليها. في ناس ما يعجبهمش فاذا يجعلونني دون كيشوت. لست دون كيشوت ابدا، انا ما عايش في بيتي مخفي، انا ما عنديش علاقات، اعيش كثير يعني في شبه سريه لاسباب سياسيه، واحيانا عشت في السريه منذ زمان، والان انا عايش في منطوي نوعا ما. ولكن انا ثانيا روائي اكتب روايات يعني، واكتفي بهذا الشيء يعني. فعندي المعجبين سياسيا بي، يعني سياسيا ما هو عندي موقف كمواطن، عندي كلمه فقط لست في حزب، لست في ما عنديش حزب الان، ما عنديش شو نقول انا مدرسه، ما عنديش يعني نعبر نسمع لحاجه نعبر عليها، بعد الناس يتاولوها كما يريدون كما يبقى. اولا اللي يهمني اولا عندما أصرح ببعض الأشياء السياسية، لأن بلادي هذا وطني كيفاش ما نتكلمش عليه وأنا مثقف، هذا من واجبي. ثانيا قضية الأساس هو الكاتب الروائي، أصلي أساسي عملي حياتي شغلي كله يعني هو الرواية، الكتابة والإبداع وتحسين الإبداع يعني على أكثر ما شكرا جزيلا للكاتب الكبير رشيد بوجدرة، وفي انتظار دائما جديد رشيد بوجدرة في الرواية. إذا بهذا أختم معكم عدد اليوم، نلتقي الأسبوع القادم مع مواضيع جديدة مع ضيوف جدد أيضا. إلى اللقاء. شكرا.